ضرورة إقرار قانون الانتخابات الذي اتفق عليه في الدوحة والسبل الآيلة إلى ذلك كانت مدار بحث بين رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع والنائب روبير غانم في معرب. أكد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في دردشة مع الإعلاميين بعد لقائه النائب روبير غانم ضرورة الإسراع في تحضير قانون الانتخابات لجهة التسميات التي كان قد اتفق عليها في الدوحة بالإضافة إلى الإصلاحات الواردة في قانون فؤاد بطرس، وأشار إلى أنهما اتفقا على وجوب تكثيف الجهود لإقرار قانون الانتخابات الجديد بأسرع وقت ممكن بعيدا عن المزايدات والبطولات في هذا الاتجاه. النائب روبير غانم أكد من جهته التمسك بقانون الانتخابات الذي اتفق في الدوحة. مع هذا القانون نحن مع التوافق الذي حصل في الدوحة بالنسبة للتقسيمات الإدارية. أنا اللي دعيت لجنة الإدارة والعدل للاجتماع والبدء بدراسة هذا الموضوع، واليوم باجتماعي مع الدكتور سمير جعجع تأكد أنه سنسير بهذا القانون كما التقسيمات الإدارية في اتفاق الدوحة، والإصلاحات التي نحن نريدها ونسعى إليها طبعا الإصلاحات التي يمكن تبنيها والسير بها. غانم نقل عن الدكتور جعجع إصراره على حضور نواب القوات اللبنانية الجلسة المقبلة لمجلس النواب، لافتا إلى أنه سيزور بعض القيادات والكتل النيابية للتأكيد على القانون وإتمامه بأسرع وقت ممكن. وعن التأخير في تأليف الحكومة أكد غانم أن العرقلة موجودة رافضا الدخول في الأسماء، وأوضح أن المشكلة ليست فقط لبنانية إنما أقليمية ودولية. وفي معراب رئيس وأعضاء بلدية عندئت وفعاليات المنطقة بحضور منسق منطقة عكار في القوات اللبنانية العميد وهب قتيشة الذين حضروا ليؤكدوا وقوفهم إلى جانب القوات اللبنانية خصوصا في هذه المرحلة الصعبة.